طيب بالنسبة لأزمة الأدوية، طبعا الفترة اللي فاتت كان في أزمة شوية بسبب نقص واختفاء بعض الأدوية من السوق في مصر، ومنها أدوية خاصة بالأمراض المزمنة زي الضغط والسكر والغدة، وفي كمان نقص لبعض المضادات الحيوية. الحقيقة الحكومة شغالة على تنفيذ مجموعة إجراءات عشان توفر الأدوية في السوق المحلي. دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتمع مع رئيس هيئة الدواء المصرية في مقر الحكومة في مدينة العالمين الجديدة علشان يناقش ملف توفير الأدوية في السوق، وإيه الإجراءات اللي هتتم المفروض الفترة دي عشان تتحل الأزمة وبشكل كامل. رئيس الوزراء قال إن الحكومة عملت كل اللي تقدر عليه في الشهور اللي فاتت عشان يوفروا الدواء للناس، وده من خلال إجراءات عملوها زي مثلا التيسيرات الجمركية اللي حصلت على الأدوية، تسهيل الإجراءات بتاعتها، كمان الإفراج عن المواد الخام الخاصة بعملية التصنيع. ورئيس الوزراء أكد إنه الصناعات الدوائية من القطاعات اللي ليها أولوية كبيرة جدا عند الحكومة. رئيس هيئة الدواء قال إنهم قدروا الفترة اللي فاتت إنهم يزودوا المعروض من الدواء، وإنه خلال الأسابيع الجاية هيتوفر بعض الأصناف اللي ما كانتش موجودة في السوق. الاجتماع ناقش التعاون بين هيئة الدواء مع منظمة الصحة العالمية وجهود دعم صناعة الدواء بناء على المعايير العالمية، وكمان ناقش التعاون مع هيئة الشراء الموحد في توطين التكنولوجيا الحديثة في مجال تصنيع الدواء. معنا على التليفون دكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء. أهلا بحضرتك معنا في مصر الجديدة. أخبار الدواء في السوق ايه دلوقتي في الوضع الراهن اللي احنا بنكلم حضرتك فيه؟ حضرتك وتحياتي للساده المستمعين والمشاهدين. خلينا نتفق ان الحكومه بقياده معالي رئيس دوله الوزراء الدكتور مدبولي بذلت الفتره اللي فاتت يعني قصارى جهدها في توفير الادويه، وده يعني لقيناه في كذا شكل، في تسهيل الافراج الجمركي عن بعض عن الكثير من المواد الخام والكثير من المواد التكميليه والكثير من الادويه. خلينا نقول ان السوق بدا يشهد انفراجه، ولكن انفراجه جزئيه، يعني انفراجه مش يعني احنا طمعانين في اكتر من كده، المواطن المصري طمعان في اكتر يعني دلوقتي من كده. في حال افضل شويه من اللي احنا كنا فيه من شهر فات بالذات، واحنا بالله زي ايه بقى ادويه ايه دلوقتي اللي بقت موجوده اللي كان عندنا فيها مشكله؟ يعني هي ادويه كثيره، يعني ادويه كثيره. خلينا نشوف مثلا المشاهد الموجوده قدام صيدليات الاسعاف تحكي لنا الوضع يعني اللي احنا كنا بنطمع ان احنا التكدسات دي تفك والتكدسات دي تختفي والتكدسات دي، ولكنها لم تنتهي الى الان، وده يبرهن ان في حل تمام، وان كان حل جزئي انما مش حل غير يعني حل غير كامل او غير مرضي. خلينا نرجع لسياسه هيئه الدواء في اثناء عمليه التسعير واثناء عمليه الزياده. للاسف هي ارتكبت خطا كبير في ان هي جعلت من الشركات فاعل وليست مفعول به. كان حري بهيئه الدواء ان هي تقعد تحدد الاولويات وتحدد الادويه الحيويه الناقصه تمام، وتحدد جدول زمني لنزولها وتتفق على نسب الزياده، لكنها هي لم تفعل ذلك. فده أكد أو زود منهج الاحتكار الحاصل. حضرتك لو جينا خدنا معدلات، لو راقبنا أو بصينا على معدلات الشركات تصدير الأدوية للأسواق الخارجية، نلاقي إن هي في نمو كبير جدا تمام، بالمقارنة في تراجع كبير ليها في داخل مصر. فده بيعكس إن في حالة من الفك، يعني السوق فاكك قوي من هيئة الدواء، إن هي مش قادرة تحكم السوق بسياسات واضحة. طب أنا بس عايز أسأل، هي ليه المشكلة كانت في الأدوية بتاعت الأمراض المزمنة؟ خليني أقول لحضرتك، لما هيئة الدواء خلت الشركات أو جعلت من الشركات فاعل، الشركات كانت أكثر دهاء وأكثر ذكاء وأكثر حنكة واكثر دهاء من هيئه الدواء. فالشركات قدمت الادويه التي تعظم من استفادتها كخطوه اولى للهيئه عشان ترفع سعرها، واحتفظت بعدد نوع من دكتور ياسر بس يا ريت تبقى موجود في حته الشبكه فيها كويس عشان اسمعك كويس.
تمام حضرتك كده، اتفضل. اه واحتفظت الهيئه بعدد من عدد كبير من الادويه الحيويه كنوع من انواع الضغط والتفاوض للحصول على مزيد من المكاسب المستقبليه في الفتره المقبله، وده يؤكد ازاي مجاميع كبيره زي الضغط والسكر لم تتوفر حتى الان. تمام؟ لان الهيئه للاسف الشديد استانست واستسلمت تماما للوبي الشركات. طب هي الازمه فين بالظبط؟ عند الشركات؟ يعني حضرتك بتلقي كل اصابع الاتهام عند الشركات بس؟ اطلاقا، لا ولا اطلاقا. ايه؟ الازمه في سوء اداره الملف. لابد ملف حيوي بهذا الشكل. طب لابد ايه خارطه الطريق؟ ايه خريطه الطريق اللي انت شايف انها صح انها تخرجنا من مشكله ملف الادويه؟ عندنا جهاز اسمه جهاز مراقبه المنافسه، ده اصدر قرار الاسبوع اللي فات بيثبت فيه، وده جهاز يعني جهاز له استقلالية تمام وتبع الدولة، بيثبت فيه أن هناك نوع من التحايل من الشركات والاتفاق الضمني فيما بينها على العبث بالسوق. تمام؟ يعني ده تقرير صادر، أتمنى أن هي رئيس رئاسة مجلس الوزراء ينظر لهذا التقرير، وصادر من جهاز مستقل يتبع الدولة، تقرير خطير جدا بيعكس مدى سيطرة رأس المال على. أصل عارف حضرتك، أنا قاعدة أسمع حضرتك وأفكر إنه يعني إحنا عندنا مشكلة في الدواء، وما عنديش مشكلة في منتجات العناية بالبشرة والشعر اللي تلات أرباعها ولا 90% منهم مستورد، وما فيهمش أي، هم مستوردين بالكامل وما فيهمش أي مشكلة، وموجودين في كل الصيدليات وفي كل السوبر ماركتات حتى وعادي، والأدوية اللي هي بتاعت الأمراض المزمنة مش موجودة. يعني أنا مش فاهمة. لان الهيئه ادارت الملف بشكل يعني كنا نتمنى تديره بشكل افضل من كده، تتمنى ان هي تكون، نتمنى تكون هي فاعله وليس مفعول به، ان هي تكون ماسكه المبادره. الحل سريعا، الحل سريعا ان انا احدد الاصناف الحيويه، تمام، اصنف الدواء اصناف الحيويه، الاصناف الاقل احتياجا. نعم. واحدد حجم الزياده، واحدد والزم الشركات بفتره زمنيه، تمام، ان تنزل هذه الادويه خلال هذه الفتره، والشركه ويكون معايا من الادوات، ان الشركه التي لا تلتزم يكون عندي من الادوات ان انا اضغط عليها، او ان انا يكون في عقاب رادع ليها. اشكرك دكتور ياسر خاطر، مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء.